أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. عاصفة رملية تضرب محافظتي إدلب وحماة شمال غرب سوريا وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العاصفة في الساعات القادمة. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 11 عنصرا من قسد هاجموا منطقة نبع السلام شمال شرق سوريا وفق بيان الوزارة. الجيش الوطني السوري يجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بمشاركة أيفي عنصر و15 مدرعة استعدادا للعملية التركية المرتقبة. فريق من متطوعي الدفاع المدني السوري يلتقي السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قرب معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا لمناقشة الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين. قوات النظام تعتقل 11 شخصا في مدينة حلب بتهمة التعامل مع صفحات إلكترونية مشبوهة لقاء مبالغ مالية وفق بيان وزارة الداخلية. قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق 50 عنصرا من عناصر تنظيم الدولة العراقيين عبر معبر تل كوجر الحدودي.